بناخذ مكالمة أخرى من سيد عماد من بلجيكا. أهلا بك. مساء الخير. أول شيء أخ رشيد أود أن أشكرك. شكرا. كثير الشكر على هذا البرنامج، وحقيقة يعني برنامجك من البرامج اللي بتنور وبتفتح القلوب. حطيت في ذهني أنه هذول الناس بجوز بيفتروا على الإسلام، فأخذت رحت جبت كتب ومسكت هذه الكتب، والحديث اللي بحكوه المرجع اللي بحكوه أدور عليه على الإنترنت ومن هون من هون وأشوف إذا صحيح ولا مش صحيح، وللأسف أنه وجدته صحيح. هاي المشكلة أنه صحيح، فهي مشكلة الشيوخ أنه ما عندهم استعداد يردوا لأنه ما عندهم إجابة. أخ عماد، إمتى يعني حصل هالتحول في حياتك؟ أنا من حد ما أنا اتصلت فيك أول مرة كان موضوع الحلقة، مش الحلقة هذه، السابقة، كان الموضوع عن عذاب القبر. صح. والحلقة اللي فاتت حول موضوع الجنة والنار، وبعدها أنا بدأت أبحث، يعني دخلت على غرف البالتوك بلشت أسمع، وحقيقة تفاجأت. يعني أنا دارس صح مش متخصص في الدين، ولكن الله يعني أعطاني العقل، دارس شيء ثاني، متخصص في شيء ثاني. أمين. حقيقة تفاجأت. هل قبلت المسيح في حياتك؟ أنا الآن أدرس في الديانة المسيحية، في شيء بداخلي، أعرف في شيء جوا قلبي. نعم. في شيء جوا قلبي، لكن أنا حاب أدرس أكثر وأكثر، يعني حتى أكون معك صريح وإذا تسمح لي. يعني اليوم كنت الصبح أنا أفكر موضوع كثير، ما بنامش الموضوع لأنه موضوع مش سهل. أنا الآن بعيش في ديبريشن، خلينا نحكي ديبريشن تفكيري، يعني أنه كيف هالوضع هذا كان كله. 43 سنة أنا عمري وضاع كله في شيء ما أعرف شو أحكي لك. حب تصلي معايا وتقبل المسيح في حياتك الآن؟ نعم يا عزيزي. قل له يا أخ عماد، يا رب يا رب أنا أفتح قلبي لك. افتح قلبي، خليني أختبرك في حياتي يا رب. خليني أختبرك في حياتي يا سيدي. يا سيدي غيرني من الداخل. غيرني من الداخل، أقبلك في حياتي مخلص وفادي. أقبلك في حياتي مخلص. نجني من الخطية وغسل قلبي يا رب. نجني من الخطية وغسل قلبي يا رب. يا رب أنا أعطيك حياتي كلها ملك لإيديك. أنا أعطيك يا رب حياتي كلها ملك لإيديك. استخدمني يا رب. استخدمني يا رب. نور قلبي وخليني يا رب أفيض بالمحبة. نور قلبي وخليني أصيب المحبة يا رب. يا رب أقبلك في حياتي باسم المسيح. أقبلك في حياتي باسم المسيح.